في مصر على الاقل قاعدين وكانهم بيتابعوا ماتش كوره او بيتابعوا استفتاء طبعًا. داخل جمهوريه مصر العربيه بكل اثاره اللي ممكن تترتب علينا. سعاد سفير قول لنا مدى اهميه ان احنا نتابع الانفصال من عدم وقتها اللي هو بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، ايه اهميته؟ لا مهم طبعا، سوق لينا تاريخ طويل. لسه بقول للشباب يعني علاقتنا ببريطانيا كانت في وقت من الاوقات في الحضيض. صحيح. انا اول مره اجي القاهره وانا طفل صغير، كان الجيش البريطاني محتل ميدان التحرير، اللي بيعرف اللي بيحاسبوا جيلنا انه ما اضافش للوطنيه المصريه. طلعنا البريطانيين من ميدان التحرير وديناهم قناه السويس وحاربناهم 56 وطلعناهم، ادي العلاقه. صحيح. فهي دوله مهمه لينا. انما تطورت العلاقات واللي كان اعداء بالامس بقوا شركاء النهارده. بريطانيا دخلت السوق الاوروبيه المشتركه على تردد شديد، هي مش عايزه تخش. وبرده نفس اللي حصل النهارده 50-50 دي، واللي بيرجح بقى شويه صغيرين اللي كده كنت بتكلم مع 2%. يعني هو الاستفتاء ب 52% القرارات يكون باغلبيه الثلثين. ايوه 50% زائد واحد دي ما تنفعش. فهم لما دخل اولا ما دخلوش السوق الاوروبي، لما نشات السوق الاوروبي سنه 57 ما دخلوش، وخدت منهم 13 سنه قبل ان يقرروا يخشوا سنه 70. فهو اول توسع عمله الاتحاد الاوروبي من 6 الى 7، بس من 6 ل 9 لان بريطانيا وايرلندا والدنمارك دخلوا مره واحده سنه 70 بتردد شديد. سنه 75 حصل ازمه زي الحاليه، بس كان رئيس وزراء الحقيقه محنك هارولد ويلسون منع ان يحصل استفتاء بهذا الشكل، ما تضمنيش نتيجته. ايه الاهميه بقى النهارده لبقائها وعدم بقائها؟ انت صرت بعد ما كنت دوله من 9 دول بقيت دوله من 28 دوله. ولعلك تذكري ايام الازمه اليونانيه ان الناس كانت خايفه قوي، رغم ان اليونان تمثل 2% من الاقتصاد الاوروبي. صحيح. اهميه بريطانيا ان بالترتيب المانيا تليها فرنسا تليها بريطانيا تليها ايطاليا، دي اكبر اقتصادات في اوروبا. ودول اللي هم اول اقتصاد اوروبي ايه؟ أكبر المانيا. اقتصادات اول اقتصاد المانيا. اول اقتصاد المانيا. اوكي. ف وبكتير يعني سابقة اللي بعدها بكتير. الماكينات الالمانيه. الماكينات الالمانيه. دول بعضهم بيتظلم، بالذات مارجريت تاتشر، ان انا بدفع وما بستفدش. صحيح. الحصص بقى هل هو اشتراك موحد؟ لا، بيعمل اشتراك عباره عن 2.8% من ضريبه القيمه المضافه. فبيدفعوا بالمليارات من اليورو لدعم موازنة الاتحاد الأوروبي. بيستفيد ايه؟ بياخد دعم زراعي، ياخد ابحاث علمية، ياخد دعم للصناعة. فلما كله الاربعة دول بالذات بيحسبوه يطلع اللي هو بياخده فلوسيا مش قد اللي هو دفعه. صحيح. فبيسموه مساهم صافي، نت كونتريبيوتر. في 9 بعد كده بيدفع قد ما بياخد. والباقيين الالمان يقولوا تعبير لطيف والفرنسي يقول لك ده الثمن الديمقراطي. انا بساعد الدول هي الاصغر، مالطا ولوكسمبورغ ورومانيا وبلغاريا وكل العالم الطيبه دي ما تقدرش تدفع قد ما بتاخد، بالعكس احنا عاوزينها تستفيد الاوروبيين، عشان ده ثمن انك اوروبا اللي كانت بتحارب بعضها البعض مئات السنين، خدت جائزه نوبل سنه 2013 لانها قعدت 70 سنه دون حروب. صحيح. عقبالنا. فدي حاجه كويسه. طيب ايه بقى الحسابات دلوقتي بخروجها؟ هتفقد السوق الاوروبيه المشتركه، هي لها السياره او الطائره او المعده التي تصنع في بريطانيا بتدخل لل 27 دوله بدون جمارك. مش بس الطيارات، كل السلع. كل السلع طبعا. ده هياثر على الاستثمار. النهارده في 1000 مليار دولار في عليهم علامه استفهام اللي هي الاستثمارات الامريكيه في بريطانيا. لان كثير من الصناعات الامريكيه اللي توطنت في بريطانيا كان بغرض دعم الاتحاد الاوروبي عشان تقفز على السوق الاوروبي. اكيد في اثار اخرى هنرجع لها مع ساعتك على طول. فدي الاثار الاوليه. دكتور سعيد انا عايز اسال حاجه قبل ما ندخل بقى في السياسه.